الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضي الله تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله. وشكر الله يا أحبابنا على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل الفطن يستعمل لسانه فيما يرضي الله، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله، ومنه كل كلام فيه تقديس لله وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا من أيسر العبادات، وهو من أجل العبادات وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، أما اللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه، فينبغي أن يكثر من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. وفقكم الله لما يحب ويرضى، ونور الله قلوبكم بطاعة الله، وجعل آخر كلامكم من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على الحبيب.